الدرك الوطني ببومرداس أياما مفتوحة بهدف تقريب المواطن من مؤسسة الدرك الوطني، إذ تم تكريم عدد من ضحايا الواجب الوطني وذوي الاحتياجات الخاصة. كما استمتع الحاضرون باستعراض لوحدات الدرك الوطني المتمثلة في عمليات التوقيف والتلاحم وكذا مهام السين التقني. ميكروفون طارق دريدي وحميد عواد. تتشرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بومرداس بتنظيم أبواب مفتوحة خلال يومي 28 و 29 جوان 2018. هذه الأبواب وذلك لمهامها الأساسية والأهداف المسطرة لها، وذلك تقريب المواطن من المؤسسة الدرك الوطني، وذلك عن طريق تعريف بالمهام المنوطة لمؤسسة الدرك الوطني التي تعتبر المهام الأساسية هي المهام حفظ النظام والأمن العموميين. هذه الأبواب مفتوحة تخللتها ورشة عدة، من بينها ورشة الأمن العمومي، ورشة الشرطة القضائية، ورشة الأمن الطرقات، وورشة التجنيد والتكوين، ومختلف الورشات التقنية من مسارح الجريمة والشرطة التقنية العلمية والثنائية التقنية.